إذا إخواني كما ذكرنا ثلاثة مشاركات في هذه المجموعة، مهيبة وردة الدولان وأميرة الخيل، وانطلاقة موفقة للمجموعة الرابعة على بركة الله. مهيبة بسم الله ما شاء الله مع ياس أبو جبل تتصدر المجموعة من البداية، وردة الدولان على غرفات بالمرتبة الثانية، أميرة الخيل وأحمد أبو جبل تترقب من الخلف بالمرتبة الثالثة. يا سلام الأفراس في كومة واحدة بقبالة دخولها المنعطف الأول، ما تزال موهبة متصدرة المجموعة، هي أصغر المشاركات في هذه المجموعة، بنت ثلاث سنوات مواليد عام 2010. موهبة بسم الله ما شاء الله ما بين المنعطفين، وما تزال متصدرة المجموعة وردة الجولان. محاولة دخول وردة الجولان لتنتزع المرتبة الأولى من موهبة. الخيول الآن الأفراس بدخولها الخط المستقيم، ما تزال موهبة متصدرة المجموعة. وردة الجولان تحاول مع الأغرفات، أميرة الخيل تحاول مع أحمد أبو جبل. بسم الله ما شاء الله وردة الجولان، وردة الجولان تأتي بالأمتار الأخيرة مع الأغرفات. صور يا أبو الوديع من شرف الحلال الجميع، وردة الجولان بسم الله ما شاء الله وحي الأغرفات تحصد المرتبة الأولى. أميرة الخيل بالمرتبة الثانية مع أحمد أبو جبل، ومهيبة بالمرتبة الثالثة مع الخيال ياس أبو جبل. أربعة مشاركات في هذه المجموعة، تكتم الأنفاس وتحبس الأنفاس، وفعلا إخواني انطلاقة موفقة لفئة الإناث على بركة الله. صبر ووردة الجولان تزع الصدارة من البداية، محاولات من أياس أبو جبل لتقليص الفارق قبل دخول صبر ووردة الجولان إلى المنعطف الأول. بسم الله ما شاء الله صبر وملاك البريق، أما آيات الفاتم فتراقب من الخلف على غرفات الأفراس بدخولهن إلى المنعطف الأول. الأفراس بدخولهن إلى المنعطف الأول. بسم الله ما شاء الله صابرين وملاك. صابرين ما تزال متصدرة المجموعة. الأفراس ما بين المنعطفين. ما بين المنعطفين بدخولهن الخط المستقيم. ونزاع يشتد ويمتد حتى الخط النهاية. بسم الله ما شاء الله. ملاك تأتي من الداخل. ملاك تأتي من الداخل صابرين. ملاك صابرين آيات الفاطمة وردة الجولان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا صابرين وردة الجولان. صابرين وردة الجولان. صابرين 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 بسم الله ما شاء الله بالمرتبة الأولى مع أحمد أبو جبل. صابرين انتزعت المرتبة الأولى منذ الانطلاقة، راوغتها بقية الأفراس ما بين المنعطفين. لكن وفعلا اخواني انطلاقة موفقة ورائعة، سرب الخيل أميرة الخيل وردة الجولان وملاك البريق. وردة الجولان تتزع الصدارة من البداية، ملاك البريق معنا بالمرتبة الثانية، أميرة الخيل وسرب الخيل بنزاع على المرتبة الثالثة. ما تزال وردة الجولان متصدرة المجموعة. أياس أبو جبل على وردة الجولان وهي متصدرة المجموعة. الإناث في كومة واحدة بدخولها المنعطف الأول. يا سلام الإناث بدخولها المنعطف الأول وفي كومة واحدة على أغرفات يحاول تقليص الفارق مع ملاك البريق قبل دخول وردة الجولان إلى الخط المستقيم. وفعلا إخواني هذه الإناث تدخل الخط المستقيم، وما تزال وردة الجولان ما تزال وردة الجولان متصدرة المجموعة. ملاك البريق تأتي من الخلف، ملاك البريق تأتي من الخلف، سراب الخيل تأتي من الخلف عفير بن نفيد. لكن لا. بسم الله ما شاء الله وردة الجولان مع ياس أبو جبل بالمرتبة الأولى، ملاك البريق معنا بالمرتبة الثانية، وسراب الخيل بالمرتبة الثالثة مع عفير بن نفيد. بسم الله ما شاء الله يا وردة الجولان انطلقت أولا، حفظ عليها ياس أبو جبل حتى الأمتار الأخيرة، وفي آخر 200 متر انطلق بها من جديد وكأنها تنطلق من جهاز الانطلاق من جديد. وردة الجولان بسم الله ما شاء الله تضيف إلى رصيدها هذا الموسم، وهو أول موسم لها في عالم السباقات والميادين، المرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي من ثلاث مشاركات. لينتضي الفرس بلانسا من داخل جهاز الانطلاق.
لحظات معدودة. وفعلا اخواني انطلاقة موفقة للمجموعة الثابنة على بركة الله. وردة الجولان وبلنسا رأسا برأس منذ البداية. وردة الجولان تنتزع الآن المرتبة الأولى بنصف طول عن بلنسا ولناس في كومة واحدة رأسا برأس بقبالة دخولهن إلى المنعطف الأول. ما تزال وردة الجولان متصدرة المجموعة وبلنسا تحاول مع الخيال اياس ابو جبل. بلنسا تحاول مع الخيال اياس ابو جبل لكن على اغرفات ما وردة الجولان. يا بالتنازل على المرتبة الاولى. يا سلام على هذا المستوى الجميل. يا سلام على هذا المستوى العالي. وردة الجولان وبلنسا. وردة الجولان وبلنسا رأسا برأس. وردة الجولان وبلنسا بنزاع جميل ورائع. يا سلام على هذا المستوى. يا سلام على هذا النزاع الجميل. وردة الجولان. وردة الجولان. وردة الجولان بالمرتبة الأولى انطلقت أولا حافظت على المرتبة الأولى. ونضح لحظات معدودة لإطلاق المجموعة التاسعة. ليلة البريق ريما صبرين وردة الجولان وأميرة الخيل. وردة الجولان تنطلق مع الخيال على غرفات انطلاقة صاروخية على بركة الله. ريما بالمرتبة الثانية. ريما بالمرتبة الثانية. أميرة الخيل بالمرتبة الثالثة. ليلة البريق تراقب مع سالم صبرين مع أحمد أبو جبل تراقب من الخلف. ما تزال وردة الجولان متصدرة المجموعة مع علاء الغريفات. ها هي الأفراس في كومة واحدة قبالة دخولها المنعطف الأول. ما تزال وردة الجولان متصدرة المجموعة. وردة الجولان تليها ريما بالمرتبة الثانية. تقدم جميل واندفاع من صبرين. تقدم جميل واندفاع من صبرين. يا سلام الهلال بقبالة الخط المستقيم. والخط المستقيم. الخط المستقيم. الثنائي ما بين صبرين ووردة الجولان. بل هي ثلاثية. ريم وردة الجولان وصبرين. وردة الجولان. وردة الجولان. يا سلام وردة الجولان. وردة الجولان. وردة الجولان. بسم الله ما شاء الله. وردة الجولان بالمرتبة الأولى مع الخيال على غريفات صبرين بالمرتبة الثانية وأحمد أبو جبل. ريما بالمرتبة الثالثة مع أبو جبل. صوت رائع وجميل للغاية. صوت نذكر أن نادي أريحة الفروسية يستضيف أول مهرجانات في تاريخ 8/11. بغض النظر على هذا الشوط نذكر أن متعب الغفات أبو علي ومحمد أبو راس أبو إبراهيم يقرروا إعادة هذا الشوط إن شاء الله في نادي أريحة الفروسية في ميدان الأبطال بإشراك وردة الجولان وصبرين بأول مهرجانات نادي أريحة الفروسية. فاس بفتح البوابة. نحبس الأنفاس بفتح البوابة. والأعصاب مشدودة. الأعصاب مشدودة لدى الملاك والمدربين. الأعصاب مشدودة. ثواني معدودة. وفعلا إخواني ينطلق الشوط التاسع على بركة الله لفئة الإناث الأفراس من 4 سنوات وما فوق. وردة الجولان تنتزع الصدارة من البداية مع سالم العقبي. ملاك البريق بالمرتبة الثانية مع الأغريفات. إياس أبو جبل يحاول مع صبرين بالمرتبة الثالثة. نديم بالمرتبة الرابعة مع أفير بن نبيد. الأفراس في كومة واحدة قبالة دخولهن المنعطف الأول. ما تزال وردة الجولان متصدرة
مقدرة المجموعة مع سالم العقبي على إغرفات يندفع مع ملاك البريق ما بين المنعطفين. ياس أبو جبل مع صبري يندفع هو أيضا الأفراس الآن قوم على خروجها من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. وردة الجولة ما تزال متصدرة المجموعة على إغرفات يحاول مع ملاك البريق، لكن وردة الجولة تاب التنازل على المرتبة الأولى. وردة الجولة تاب التنازل على المرتبة الأولى. صبري تأتي من الخلف، ملاك البريق تأتي من الخلف، لكن وردة الجولة تاب التنازل على المرتبة الأولى وهي بطلة إسرائيل في الإيراف. وردة الجولة يا سلام شباب قاعد يفوز بفرص 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 بفرص. جاء الاستعداد يلا أحمد. إذا ما شاء الله تبارك الله صابرين الآن في العرض مبكر. ما شاء الله تبارك الله ثلاثة إناث تتحدث اليوم على صوت الإناث الكبار. إذا انطلقت الإناث على بركة الله تعالى باندفاع قوية وثلاثية رائعة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الاندفاعية ثلاثية ما شاء الله للإناث على الغرفات تتقدم على وردة الجولان. أيضا ريما تحاول مع ياس أبو جبل وأحمد أبو جبل على صوت صبرنا ما شاء الله تبارك الله. الخيول في خط مستقيم على المنعطف الأول. وردة الجولان ما زالت تحافظ على الصدارة وتنافس مع ريما. أيضا ملكة صبرنا تحاول الآن مع الخيول أحمد أبو جبل. شوفوا التنافس الرائع والجميل على المنعطف الثاني. شوفوا التنافس ما شاء الله تبارك الله. شوفوا التنافس الآن ما زالت وردة الجولان تحافظ على الصدارة. ريما مع الخيال ياس أبو جبل يحاول أحمد أبو جبل على صوت صابرينا ما شاء الله تبارك الله. الخيول إلى المنعطف الأخير. وردة الجولان وريما وصابرينا. وردة الجولان تتنافس بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. وردة الجولان الآن إلى المنعطف المستقيم. وردة الجولان وريما، ريما ووردة الجولان وصابرينا. وردة الجولان، وردة الجولان.